السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. اليوم بنعاود لكم حكايتي مع الجن ومع المشعوذة. كنت واحد النهار يلا جيت للدار، دخلت للدار، قال لي بنتك، قال لي البنية الصغيرة راه مكايناش، قالوا لي شي بنات راه كاينة مع واحد السيدة، مع واحد البنت وسط واحد. مشيت الحوايج الخروج داكشي، مشيت تقيت وراو عليا الدراري والبنات الصغار، وراو عليا قال لي راه هي هادي الدار. حليت فرحات المرأة، فرحات مرات الدار، كي دايره هذا لاباس عليا، لاباس الحمد لله. فين هي بنتي؟ قالت لي راه خرجت مع بنتي الصغيره، هما دروك يجيو. قلت لها قلت لي عين. المهم ديك الديره اللي درتها مع اخواتي، بان لي واحد القنت فيه واحد الثوب خضر معلق في الحيط، فيه شي حوايج بانت لي انني مشعوذه، عرفت عنها مشعوذه. المهم ما عجبنيش الحال، بقيت نقول سميتو نخرج مرة تتأثر عليا باش نقعدو، دابا تجي البنت ودابا تاخدي بنتك وهذا وهذا وهذا. انا ما بقي عارف ما ندير. شوية كانت هي وبنتها عزبة، واحد البنت عزبة، بنت عزيبة وصافي، بنت عزبة وصافي. يعني شوية انا ما بقيش عقلت على راسي، تحت ما بقيش عقلت على راسي، شنو درت شنو قلت شنو الله اعلم. شوية لقيت راسي في داري ومعايا بنتي الصغيرة، لقيت راسي في داري، اشنو وقع، اشنو قلت، اشنو درت، اشنو فعلت، ما بقيش عقلت. دازت شهور نسيت انا الموضوع. مرات تيسمعو الدقان، رجعو تيقولو لي فلانة نوض تكلمي راه شي بنت بغاتك. تقول لي بنت قولك ما عرفناش، تقول لي بنت تكلمي شي بنت. صافي حليت لقيت البنت ملامحها بداو فايتة شايفها، ولكن نسيت. فاش كنت يا بنتي؟ قالت لي على ما قلتها لي خالتي. قلت لها لا، قالت لي انا راه انت السيده اللي كنتي جيتي سولتي على بنتك الصغيره هادي ما عرفتش شحال، وكنتي تحتي وقلتي لي وقلتي لي ودروك راه ني جاني راجل، داكشي اللي قلتي لي راه تحقق. كيفاش؟ قالت لي المهم طلعتها للدار، قعدنا تنهضرو، قالت لي راه انا نهار جيت تقلبي على بنتك الصغيره وكنت انا والوالده في الدار تحطي وليتي تتهضري، تتنطقي جاي تهضري وقلتي لي راكي بغيتي تزوجي وبغيتي تزوجي الراجل اللي لاباس عليه، وانا هادشي كله ما عقلتش عليه. وشكرا انا خالتي، دروك راه جاي نعرض عليك، راه جا واحد الراجل ماشي من هنا وراه جاي، راه جا بغا يتزوجني، والراجل فعلا لاباس عليها خالتي. قلت تهضر البنت بثقة وبسميتو. انا ما في الاول استغربت وداكشي، ما استغربش حيت تنعرف انا راسي كي دايره وداكشي، ما تنقول ما عرفت اش هذا وسميتو. المهم خرجت عند شي ناس سقسيتهم قلت لهم واش فعلا، من بعد ما حضرتش انا العرس ما مشيتش، ما عرفتش واش داكشي صحيح ولا كذوب. سولت الناس، داز شهور عاوتاني شي شهرين ولا ما عرفتش شحال، سولت الناس قلت لهم واش دابا جاب لي ربي واحد الراجل لاباس عليه وهذا وهذا وهذا، سبحان الله وهذا، وبداو سميتو انا ولا شنو قلت ليها ولا شنو درت ليها ولا شنو، ما عقلاش دروك على حتى شي حاجه من داكشي اللي قلت ليها، ولا انا واش طرا ليا ولا شنو قلت ولا شنو فعلت ولا شنو دروك. ها شنو هذا، شنو هذا الشيء؟ ما
ما عرفتش اش ما هادشي تيطرى عليا، ما فهمتوش. هادشي قصص اللي طرى عليا مع الجين بزاف، تنتمنى من عندهم لي الخبرة وين. لكن انا ما عمري مشيت لا عند راقي لا عند شوافة، لا مشينا هو المهم، لا زعما باش نقول نداوي راسي ولا داكشي. الحمد لله داويته بالصلاة مرة على مرة كنت تنقرا القرآن وصلى النبي، وتنطلب الله تنشفع عليه انه يرفع عليا هادشي، والحمد لله. ولكن اشنا هو هادشي اللي كان تيطرى عليا؟ بتي نعرف شنو هو هادشي اللي كان تيطرى عليا. هو باين فعلا، هو باين، هو باين انه داكشي من الجين، داكشي من الجين طبعا. ولكن انني كنت نعلم الغيب لا يعلمه الا الله، ان العلم لا يغلبه الا الله سبحانه وتعالى، ومن يقول غير ذلك فهو كافر. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، بها نموت وبها نحيا والله ان شاء الله. هذا ما يقول واحد لا اله الا الله. هادشي طرا ليا، استغربت استغربت. دروك انا دروك تنجي تكوني قاعده حدايا، سيرتو ولادي ولا بنتي تكون قاعده حدايا، تنقول اعطيني يدي كنقرا عليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.